في الفقرة دي هسألك كم سؤال والإجابة هتكون بآه أو لأ. اتعصبت قبل كده لدرجة إنك كسرت حاجة؟ مرة فاكر؟ كانت في البيت. مرات عصبتني مراتك عصبتك؟ مرات فكسرت عصبتني حاجة؟ فكسرت كسرت حاجة. ايه؟ طبق. يعني رحت المطبخ؟ لا كان طبق قدامي قمت ماسكه ورازعه في الأرض. بس أنا يعني المرة الوحيدة في حياتي اللي اتعصبت فيها هي دي. لا، ومرة تانية ما كنت بلعب في سموحة. أنا افتكرت برضه، بس ده كان بعد تمرينة كده، فحصلت مشكلة فكسرت كرسي كده كان محطوط، كسرت. لا ده انت بتكسر كتير بقى. كان محارب عصبني فكسرته، بدل ما امسكها حد اضربه اكسر طب مراتك لما كسرت الطبق ايه الوضع؟ دخلت الاوضه مثلا ولا عملت ايه؟ لا اختفت من الاوضه؟ هي اتفاجئت، لان هي عمرها ما شافتني متعصب اكسر حاجه، وطبعا اختفت من وشي. بس خافت على نفسها. خافت طبعا. حد من الجماهير قبل كده طلب منك تتصور وانت كنت اوت اوف مود وقلت له لا؟ لا مستحيل ابدا مستحيل ابدا. حتى لو انا مش طايق نفسي اتصور معاه، واصل دايما انا اقول لنفسي الصوره دي ممكن في المستقبل هتبقى موجوده، فدايما الناس لازم تشوفك مبتسم يعني. فدايما حتى لو انا متضايق ابقى مبتسم شويه، حتى لو غصب عني. بس ممكن شخص يخرجك عن شعورك وتتطول عليه؟ ممكن، بس ده قليل قوي يعني. واحد ممكن يخرجني، ممكن طبعا يعني احنا بشر، فممكن اطلع بره شعوري، بس صعب برضو ان حد يطلعني بره شعوري بسهوله. لازم يكون عمل حاجه يعني ما اتعملتش عشان يطلعني بره شعوري. ما يشتمني مثلا بوالدتي مثلا الله يرحمها، ده وقتها ممكن اطلع عن شغل، فاهمه كده؟ حاجه كده يعني. لكن في حاجات طبعا الواحد بيسامح فيها وبيعديها يعني. لكن ما حصلتش ولا مره في الملعب مثلا؟ في الملعب يعني شديت مع لا شديت طبعا يعني، شديت مع لعيبه، بس في الملعب طبعا لازم الواحد يكون ماسك اعصابه كويس، لان انت ممكن، انت مش هتخسر نفسك، انت هتخسر فريق وهتخسر جماهير بتشجعك، فاهمه؟ وهتخسر نادي يعني. فلا يعني الواحد لازم يبقى في الملعب. لا الموضوع مختلف بره في الحياه غير بره في الحياه. نسيت تواريخ مهمه ومراتك عملت لك مثلا مشكله؟ دايما بنسى، دايما تواريخ بنسى. مهمه قوي عيد جوازنا او لا عيد جوازنا كنت قبل كده بنساه، بس ما بقيتش انسى قوي. لا يعني عيد ميلادها لا ما بنساهوش. لا يعني في تواريخ طبعا مهمه. لا يعني انا الذاكره عندي صفر. لا ما انا عارفه انا الذاكره عندي صفر، لكن في تواريخ كده لا ما بنساهاش. في تواريخ طبعا. نسيت عيد جوازكم مره، ايه اللي حصل؟ او بتيجي بالصدفه، فاهمه؟ تحس ان التاريخ بيجي بالصدفه، تحس ان ربنا بيقول لي لا افتكر عشان ما يحصلش مشكله. يعني افتكر بقى الحق نفسك عشان ما تحصلش مشكله. لا حصلت ان هي زعلت جدا وبتاع، بس الهديه طبعا خلتها تبقى خلاص يعني. احنا والله غلابه، والله العظيم احنا غلابه. شفت هديه؟ الموضوع انا كنت مضغوط الفتره اللي فاتت بسبب الكوره، ودايما كلمتين كده حلوين، كلمتين حلوين وبتاع وخلاص. مع ان انا قليل جدا لما بقول كلام حلو، بس طبعا لما هي تبقى زعلانه لازم نجتهد نمشي الدنيا. طيب حصل قبل كده انك شديت مع حد ورجعت فكرت في الموضوع ولقيت انك ندمت انك شديت معاه، او نفسك تاني ترجع تصالحه؟ ممكن يعني حصلت انا كتير. بتكلم في شخصيتي ممكن. مش فاكر مواقف حصل، بس انا ممكن، وممكن اكون انا اول ما اعرف ان انا لا انا ممكن ما اكون غلطان بروح اصالحه على طول. يعني انت فيك الحته دي انه لو عرفت انك لو رجعت نفسك ولقيت الموقف غلط لا هتروح يعني تكلمه مثلا وتصالحه. لو حصل موقف بيني وبين اي زميل ليا في الملعب وانا اتعصبت عليه في الملعب مثلا وانا حسيت نفسي غلطان، لا بعد الماتش طبعا بروح اعتذر له، ده حقه عليا يعني. لكن لو هو اللي غلطان لا ما بروحش الصراحه، ما بعتذرش. بتتعامل ازاي؟ ولا كانك شايفه؟ لا بسلم عليه عادي، بس متضايق منه بس بتسلم، باخد جنب. باخد جنب يعني، بسلم عليه عادي لكن باخد جنب. ايا كان بقى في حياتي بره او في الملعب او في النادي يعني. لكن انا دايما قليل قوي لما بزعل من حد او حد يزعل مني في الفريق. الحمد لله يعني. الحمد لله. تقبل نصيحه من حد ما بتحبوش؟ نصيحه من حد ما بحبوش؟
لا بس انا الحمد لله بحب كل الناس. يا كابتن مفيش كده يا كابتن، اكيد لا. يعني اكيد مش بتحب كل الناس. والله بحب كل الناس وما يعني ببقاش في متضايق من حد اي حد. مثلا ممكن تبقى ممكن اللي هو اكون حد علاقتي بيه مش كويسه مثلا، تقبل يعني منه علاقتي نصيحة. بيه مش قريبين، يعني الكيمياء بتاعتنا مش ماشيه مع بعض في بالظبط الحياه، بالظبط. لا ما بلش منه نصيحه، او هو بيقول لي نصيحه انا باخدها من هنا بطلعها من هنا، انا فاهمه يعني بسمع له ماشي حاضر باخد النصيحه من هنا. لكن لو حد بحبه جدا باخد النصيحه وبفكر فيها، لو عجبتني بعمل، لو ما عجبتنيش ما بعملهاش. فهمت. فاهم. قفلت موبايلك قبل كده واختفيت ومعرفتش حد مكانك؟ عملتها مرة؟ امتى؟ عملتها من سنة ونص كده فاكر ايه وما السبب؟ عرفتش، يعني كانت مشكلة ظريفة خفيفة كده، قفلت موبايلي واختفيت. ما وهي قفلتش موبايلي، لا عملت خاصية كده يبان للناس ان انا موبايلي مقفول، لكن انا بعرف مين اللي بيكلمني، عشان لو في حد من النادي كلمني حد ابقى عارف يعني. فاهماني؟ وقتها كانت المنتخب كلمني وقال لي احنا عايزينك وقت ما اختفيت. وقت ما اختفيت، فروحت على المنتخب على طول، يعني رحت البيت صالحت مراتي وخدت الشنطه ورحت على المنتخب. رحت صالحتها يعني. طب طبعا والله كويس، يعني حلو مكالمه طبعا المنتخب طبعا. خلتك تصالح. عاقبت حد طيب من ولادك عقاب قاسي قبل كده ورجعت رجعت نفسك كده وقلت شديت على الولد ده النهارده؟ فارس عاقبته ايه؟ عملت ايه؟ دخلته في الاوضه بتاعته وقفلت عليه انت بتتكلم بجد يا كابتن؟ بجد يعني؟ كان لا ده عمل مش حاجه غلط، عقاب. وقلت له انت النهارده متعاقب، وشديته ودخلته الاوضه وقفلت عليه، قعد يا بابي يا بابي يا بابي ويعيط، ومراتي تقول لي طب ما تفتح، قلت لها مش هفتح، وهتفتحي له هتحصل مشكله، روح اقعد انت بقى كده ومالكيش دعوه بالموضوع. ليه؟ قلت لها هو هيتعاقب النهارده عشان حصل كذا كذا كذا، عشان ما بيسمعش كلام، بيرد بطريقه مش كويسه، ف يعني هي ممكن تكون نوع من التربيه مش لطيف يعني. بس انا ما عاقبتوش كتير، يعني تقريبا 5 دقائق. 5 دقائق في الاوضه؟ لا ده مش عقاب كده، ده دي حاجه. لا يعني كده لما لقيته بيعيط خوفته. اخوفته لما خوفته. لقيته بيعيط كتير هيفكر. فانا صعب عليا بصراحه، ففتحت الباب وخرجته. انا كان اسف عامل ايه انا بقى؟ اسف، بيعيط بقى منهار. لا كان عامل ايه عشان تعاقبه بقى العقاب؟ ما بيسمعش الكلام، يعني في حاجه كده انا قلت له عليها ما سمعش الكلام، يعني مثلا هو كل حاجه فالمفروض يرمي الحاجه الـ يعني كيس بتاع مثلا بسكويت مثلا كلو ماشي، خلص الكيس والمفروض يرميه، فاما روح يا فارس ارميه في الباسكت، لا. فانا اتعصبت جدا، هو قال لي لا، انا بقول لك روح، لا هو مشغول بقى في الموبايل كده، خدت منه الموبايل وقلت له تعالى بقى عشان تقول لي لا، وقفلت عشان يتعلم بعد كده ان هو يقول لي حاضر، لان في حاجات. وبعد كده فعلا بدات الامور تتصلح ما بينه وما بينه بقى من يفكر. ساعه العقاب ده. في عقاب اللي انت قلت عليه من شويه بتاع والدي، في حاجات كده ممكن شبه. الاطفال اتصلح من الـ من الـ من الاطفال يعني. يعني ندمت شويه على العقاب ده و ما ندمتش، بس يا صعب عليا. صعب عليك. هو لو كبير شويه هعمله، لو كبير شويه هعمله، يعني لما يكبر شويه وفي حاجه ما عجبتنيش هعمله العقاب ده، بس مش هيبقى وقت طويل يعني. اللي هو يعني ايه، بشد ودني. بتشد ودن. اوكي. لو جالك عقد احتراف بره تسيب النادي الاهلي؟ انا ما اسيبش النادي الاهلي، لكن وقت النادي الاهلي مثلا قال لي انت ممكن تطلع، يعني بموافقه النادي الاهلي. يعني لازم تكون بموافقه النادي الاهلي. طبعا انا النادي الاهلي يعني بلعب فيه من وانا عندي 7 سنين، ده بيتي يعني. النادي الاهلي الجزيره ونادي الاهلي مدينه نصر دول بيتي، يعني عشت معاهم، عشت فيهم وعشت مع زمايلي اكتر ما عشت في بيتي مع اهلي في البلد وحتى مراتي واولادي، فاهمه؟ فلا يعني لازم طبعا يبقى يكونوا موافقين والدنيا بسيطه يعني.